مساءكم مساء السعادة، معكم الفنانة زينب العسكري. بتكلم لكم عن تجربتي مع برنامج نخوة. أنتوا تعرفون أنا قليل ما كنت مشاركة في برامج، بس اسم البرنامج لفت انتباهي كثير، نخوة. من هو الشخص اللي بيكون فيه هذه الصفة الجميلة؟ وفي كانت تحديات كثيرة بيني وبين صديقاتي، إن هذا الزمن قل فيه إن الواحد يكون طيب ويكون كريم ويكون متعاون ويكون متصالح مع نفسه، وأنا كنت أقول لا، الدنيا فيها خير. فحبيت أخذ هذه التجربة وأثبت، وهو تحدي، إن فعلا في مجموعة كبيرة من البشر فيهم إنسانية، فيهم تعاطف، فيهم مشاركة حتى في أحزاننا وأفراحنا، في كل تفاصيلنا اللي إحنا نحتاج وجودهم معانا. فكانت تجربة نخوة تجربة جميلة جدا. اخترت بالذات أنا السيناريو بائعة الورد من بين الاختيارات الكثيرة اللي عرضوها علي، لأن دائما ألاحظ في معاملة من بعض للأشخاص اللي يشتغلون ومحتاجين كل فلس من شغلاتهم البسيطة في المراكز البسيطة، بائعة ورد مثلا، بائعة عطورات، في بعضهم يقصون على هذه الفئة. فكنت جدا حابة أني أحط الخطوط على هذه الفئة وبين أن إحنا لازم يكون عندنا ذوق في التعامل معهم. هذه بعد اختاري، ترى في مجال كثير. السلام عليكم. عليكم السلام. خير اخوي؟ لو سمحت اختي، اليوم عيد ميلاد الوالده وبغيت لي يعني هديه زي العالم من مصر. يعني بغيت باقه؟ في ترى عندنا باقات جاهزه هنا. هذه بعد. هذه خايسه. هذه خايسه حلوه. يا خايسه. وردكم هذا دبلان مو؟ لا مو دبلان، في هنا ورود كثيرة. شوف ايش اللون اللي تبغاه؟ يعني اللون اللي تبغاه ان شاء الله بنرتب لك، لا تحاتي. ما ولا شيء؟ في عندنا ورود جاهزة هنا. لا اختي، ما دبلان، ابغاك انت تسوي لنا البوكيه على ذوقك. يعني اي لون تبغاه؟ تبغى بس الاحمر؟ اهم شيء ما تفشل يعني مع الوالدة. لا ان شاء الله ان شاء الله ما بنقصر معاها، الله يحفظها لك يا رب ان شاء الله. كم ورده بغيت؟ كذا كويس ولا اكثر؟ اكثر. اكثر تستاهل الوالده. بضيف لك معاها ابيض، ماشي؟ عشان يصير احلى. بسرعه اختي. ان شاء الله. ثواني بس. بالله بسرعه انا مستعجل. ان شاء الله. ان شاء الله هذه. لو سمحتي، أنا قلت لك مناسبة كويسة، ماني برايح عزا، حطت لي هذا أسود. سلامات، في أحد يشتري ذا؟ اشتغلي زي العلم والناس ولا؟ طيب إن شاء الله، أنا أعطيني ألوان ثانية. هذا اللون مناسب أخوي؟ هذا مناسب؟ حلو ذا اللون، أنت جميل. أنت شغالة هنا مو بأنا. بس أنت عندك ذوقك، أنا اخترت لك الأسود ما عجبك، قلت أنه مو بحلو. يعني ما نبرح عزة هنا طيب. لا مو بعزة، ترى الأسود لون ذوق. الأسود دايماً مميز. يا ربي بطيئة. أوه. عشان أبغيها تكون مرتبة. الحين بالله عليك، هذا ورد. ذمك هذا ورد. أختي، أنت تأخذين الورد كذا تقدمين هدية؟ بصراحة ما الورد الخايس؟ سامحك حرام عليك، ترى أنا اللي بدفع فيها، حرام عليك.
ايش تبغى انا بقربه؟ ليه كذا؟ ليه يعني؟ يعني هذه ما بحلوه؟ شوفها كيف حطيت لك الالوان، انت قلت تبغى الوان، وما شاء الله عليك مستعجل عطني مجال ارتبها. سؤال طيب ايش فيك ابو سالم؟ انت رميت الورد على الارض ما اعطيتك مجال. هذا الحين انت تروحين الله يسامحك، معليش بس مش بهالطريقه. هذا الحين تروحين تهدين امك؟ بس سؤال. معليش انا جديده على المكان، انا جديده على المكان، ترى بيحاسبوني على الورد هذا، انا اللي بتحاسب. والله العظيم ما ادفع فيها ولا ريال. الله. ترى انا اللي بدفعها، انا جديده على المحل، حرام عليك. انا جاي اسوي المكان، يعني هذا اللي سويته. فيها طلب رايك؟ ايش دخلك انت؟ بيني وبينها صح؟ لا مو بقول له تدب، بس انه على الاقل تسوي باقه زي العلم والناس. ما بقول اعلمك، ما بقول اعلمها شغله. طيب انا قلت له انت، هو اختار هالالوان، انت اخترت الالوان. والله ما ندفع فيه ولا ريال. الحين بسالك سؤال، الباقه اللي زي كذا تردينها هديه لامك؟ الله يكسر يدها يا شيخه. الله يسامحك. هذه مره اعتبرها اختك، اعتبرها امك، اعتبرها كل شيء. بنت ما تسوي فيها كذا، خلاص ما عجبتك الباقه، شكرا يا اختي، خليها ما تسوي كذا، عيب. شوف الناس تفرجون. المشكله صار لي ساعه قاعد انتظر. لا يا شايه قبل شكرا، احنا مثل احنا مثل امهاتك. قلت لي انت دفعت فلوس؟ لا ها خلاص خلاص انا بتكفل فيه. والباقه طيب في مكان ثاني، في اماكن ثانيه. انا داير في اماكن ثانيه. ما والله معلش، خليها تسوي لي الباقه زي العالم والناس. ما راح تسوي لك، انت ناطلها بالارض. هي موقفها كذا وانت موقفك كذا، ما راح تسوي لك لو سمحت. الناس يتفردون عليها من يمين يسار، عيب عيب. اعتبرها اختك، عيب اعتبرها شعر وجهك، عيب يا عيبه يا عيبه. لا اله الا الله، انا امك، انا مثل امك. والله راح يحاسبني. اذا ما تحترم هذه خلي، احترمني انا. طلبت لا اله الا الله ولعن الشيطان. طب بس بخذ الورد بس. لا بشوفه بشوفه بس. خلاص جعلني فداء وجهك، تكفى. انا طالبتك جعلني فداء الوجه، تكفى طالبتك. هذا الورد حرام عليك، حرام عليك. الله يرضيك. والله بيحاسبوني، بيحاسبوني. والله بتبين. خلاص صرت رب بتحاسب، انا اللي بتحاسب. انا بدفع. بس سؤال، انت تاخذ وارد زي كذا زي العالم؟ ما تاخذ، خلاص خلاص ما تاخذ، ما ياخذون. روح اماكن واجد. ليش غبي؟ يا ولدي واجد الاماكن، انا طالبتك لا تدخل الناس في مشاكل، لا تدخل مشاكل. ترد الورد ما يظهروا من مشاكل، تبدا تقطع عليك قضيه، توديك في داهيه. ليش توديني في داهيه؟ انا ما قلت شيء غلط. انا في دوجي طالبتك، انا في دوجي. بس الحين اسوي لي واحده الحين. ما راح تسوي لك، ما راح تسوي لك. خلاص في اماكن غير ذا المكان. ما راح تسوي لك خلاص. لا بتسوي. لا والله ما تسوي لك. عاد لو انا فهيت تحدي. والله لا تسوين، ما لي دخل. روحي يا امي، روحي روحي قد تدخلي، روحي ورا الكاشير، روحي. انا مالي دخل. السيدة نورة كانت انسانة مختلفة، حسيت بحنانها، حسيت انها أم للجميع. يعني أول ما حست بالموقف ما رضت، مع أنها لا تعرفني ولا تعرف من أكون، وحست أن هذه الإنسانة محتاجة أم تدافع عنها. فهذا كان الشعور اللي صراحة يعني أثر فيني نفسيا. نورة مناصر، طالعة المول البارحة أنا وبنتي، صادفت هالموقف اللي حز في خاطري. شاب تهجم على بنت في محل الورد، وأنا بعد الموقف هذا اللي حصل لي جاني واحد قال لي إحنا من طرف جمعية ولازم نسوي معك لقاء وناخذ انطباعات عن اللي حصل. مرحبا خالة،
هلا. كيف حالك حبيبتي؟ الله يسلمك. شفت الناس اللي واقفين قبالك؟ ايه. تعرفين ايش مكتوب؟ الكلمات الموجودة أو الأحرف؟ حرف النون. ايه. ايه. بعد. واو. الهاء. ايه. الواو. ايه حروف يعني اسمي هاي. نخوة. تقدرين تركبين لي الكلمات؟ ايه. الأحرف؟ تعال هنا يا أمي. أيوة. أيوة. الثاني إيش؟ تعال هنا. معليش. ما شاء الله عليك. ما شاء الله خالة. عرفت صح. تحلينها. إيه. نخوة. صح. الحين بجي بتأكد إذا هي نخوة ولا لا. إن شاء الله. أنا جيت. لا نخوة. صح. السلام عليكم. اهلين. عليكم السلام. مرحبا يا خاله. شخبارك؟ هلا. عرفتيني؟ عرفتيني ولا لا؟ زينب. زينب منو؟ اسكت. اهلا وسهلا ومرحبا. والله الشرف يا عمري. يا بعد قلبي للشرف حياتي. شرف لي انا والله. سعيده فيك يا قلبي. انا سمعت ان امس كان عندك موقف جميل. اي والله. فودي اعرف عنه اكثر. فاتني انا فاتني الموقف ابغى اعرف ايش هو. يا عمري. البارحة جيت انا وبنتي دخلنا السوق. تفاجأنا في هذا ولد شاب يخانق بنت محل الورود ويرمي الورد كذا في وجهها يقطع عليها ويخانقها وكذا. أنا قد قعدت خمس دقائق يعني بدون سبب كذا رمى الورد. لا يقول إن البوكيه مو كويس مو حلو. ما عرفت تضبطينه. كسر بخاطرها. كسر خاطرها وقعدت تبكي. قالت خلاص بس هو قاعد يدوس البوكيه. قالت هذه فلوس وأنا راح أتحاسب راعي المحل راح يطردني هذا مكان عيشي. أنا هنا انهبلت انفجرت. طيب أنا البنت هذه صراحة كلمتني لما كانوا موجودين. أيه؟ يعني قالت لي اوصل لك شيء معي. قالت لي اماني اذا شفتيها ابيك تحضنيها. يا عمري انت وتقولين لها شكرا على كل شيء. يا حبيبتي يا بس والله انت هذا انا ابيك مع الحضنه هذه ابي احس بالحضنه اللي حضنتيها ممكن. يا ربي حبيبتي هاد قلبي يا حبيبتي حياتي. ما حسيت انها انا الا حسيت والله. وكل عاد انا فرحانه بموقفي مع الحين مره كل لمتس حلوه. ترى البنت كانت انا وبكيت كثير لما حضنتي. يا عمري وراح ابكي الحين بعد. لا يا حبيبتي لا تبكين ولا شيء والله ان حضنتك كانت بالدنيا. يا عمري حسستيني ان يا عمري ان الدنيا بامان والله. طبعا احنا سعيدين جدا بالموقف الجميل وبالعطاء الجميل اللي اعطيتينا في هذا الموقف الجميل. برنامج نخوة حابين يقدمون لك شيء بسيط جدا. انت تستاهلين اكثر واكثر لانك ام معطاء ام انسانه. الانسانيه هنا ام النخوه وبرنامج نخوه معطينك هذا الوسام البسيط. شكرين تذكار ان شاء الله يكون يا ربي وان شاء الله دوم الاوسمه اللي تستاهلين بالخير حطينا ان شاء الله. أنا حصلت على هذا الشعار نخوة من البرنامج وشرفتني فيه زينب العسكري. حطيته على صدري وهذا شرف لي واعتز فيه. وأنا أطلب من الناس كلهم ما يتنازلون عن إنسانيتهم ولا عن نخوتهم ولا عن الدين ولا الحب والشيء اللي بين الناس. فأي موقف يحصل مؤثر أو ظالم أو متعب لازم يتدخلون باللي يقدرون عليه. هذا الشعور ان الانسانيه باقيه ولا زالت موجوده فينا. هذا التحدي اللي كنت ابي اثبته من خلال برنامج نخوه. والحمد لله وصلت اللي ابغاه ان الدنيا بخير والناس بخير والحمد لله الكثير فيهم صفه النخوه.